هذا السائل يقول: ما مدى صحة قول بعضهم إن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما يكون لو كان كيف يكون؟ قوله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون لا حاجة إلى ما سيكون، يكفي قوله وما يكون. وأما يعلم ما لم يكن لو كان سوف يكون، نعم هذه عبارة العلماء، هذه عبارة العلماء، يستدلون بقوله تعالى: ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الكفار إذا دخلوا النار قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله جل وعلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه. فرجوعهم إلى الدنيا مستحيل، لكن لو ردوا عادوا إلى ما نهوا عنه. فالله علم ما لم يكن، وهو الرجوع إلى الدنيا، لو كان كيف يكون. لو هذا ما أخذهم من هذه الآية على هذه الجملة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.